السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. رسالة لأولياء الأمور الأطفال، هقول أسلوب غلط في التربية وإزاي أتجنبه وإزاي أتعامل معاه، وكمان في نهاية الفيديو هتكلم عن نصيحة مهمة جدا جدا لأولياء الأمور وللناس كلها في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيه. الأسلوب الغلط في التربية هو التضارب في المعاملة، التضارب في معاملة الطفل. يعني ايه؟ يعني الأب والأم ده بطريقة ودي بطريقة. لما تلاقي الأسرة في عدم توافق زواجي، مفيش سعادة، مفيش تفاهم ما بين الزوجين، بينعكس على الصحة النفسية للطفل. بمعنى ان الأب ماشي بطريقة والأم ماشية بطريقة مختلفة في تربية الطفل. الطفل عمل حاجة غلط، فالماما في البيت بتعاقبه، انفعلت عليه او بتفهمه، ام الولد ام عيط نتيجه كب كوبايه عصير على السجاده، ضرب اخته، عمل اي سلوك غلط. بابا جه من الشغل، فتح الباب لقى الولد بيعيط او البنت بتعيط، ام شايلها في حضنه. كده عمل ايه هو؟ كده اللي ماما بنته بابا هده، والعكس صحيح. يعني بابا برضه هو اللي ممكن يعمل كده، ماما ايه؟ تاخد الطفل في حضنها. يبقى كده اللي انا فهمت الطفل، الطفل يدرك ايه؟ يدرك انا ما عملتش حاجه غلط، انا اللي انا عملته ده مش غلط، لان ماما عاقبتني وبابا كافئني بالحضن. تمام. تعال نشوف الشكل التاني. الشكل التاني برضو من التضارب في المعامله، اللي بابا وماما معاقبين الطفل، زعلانين من الطفل، يقوم حد من بره الاسره يتدخل، كالجده او الجد، تعملوا في الولد ايه؟ ها تعالى، يوم واخده في حضنه. كده اللي بابا وماما بنوه جده او جدته هدته. تعال نشوف شكل تالت. ممكن ماما بتعاقب الطفل على سلوك غلط، الولد عيط او بكى وصوته علا فقلبها صعب عليه، قامت واخده في حضنه. يعني اللي هي عاقبته على سلوك وكافئته على نفس السلوك. هو ما فهمش، هو الولد دلوقتي ما فهمش هي هو انا اللي عملته غلط، لا ده ماما بتعاقبني بمزاجها وبتكافئني بمزاجها براحتها. يبقى انا مش غلط، ده ماما هي اللي بتتحكم فيا، ماما بتضربني براحتها في اي وقت وبتصالحني في اي وقت. طب ماشي. الشكل الرابع اللي ممكن تقول للطفل مثلا حبيبي كل، فالولد بياكل بايده، بس بعد ما جالنا ضيوف بعد فتره جه الولد ياكل بايده قمت ضربه، عيب، كل بالشوكه والسكينه. او الطفل باباه خده مثلا الكافيتيريا، فقام الطفل ايه؟ اشتم عمه، تف على عمه، عمل اي، فاللي قاعدين ضحكوا. نفس الموقف بعد اسبوع.